السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بهذه التغطية الخاصة من ناحية آلتون كوبري التابعة لمحافظة كركوك ضمن برنامج عين على رمضان. مدينة آلتون كوبري مدينة يمر من خلالها نهر الزاب الأسفل وينطيها جمالية، وهي أساسا بها أكثر من 4000 إلى 5000 نازح من محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين ومحافظات أخرى. راح نزور الأسواق والجوامع وأماكن اللي بها ألعاب شعبية، وكذلك راح نروح المكان يم الزاب الأسفل، الشباب يسبحون هناك، عادة رمضانية دائما يمارسوها الشباب هنا. ابقوا معنا. السلام عليكم. شلونك؟ شلون الصحة؟ أنت بخير؟ شلونكم؟ شلون الصحة؟ من آلتون كوبري؟ لا والله نازح أنا. منين؟ من تلعب. أيوة. شلون أجواء رمضان هنا؟ والله حيل زين الحمد لله، ورمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. حيل زين. شلون هالكوبري شلون؟ لا والله ما يخسرون أبد ما يخسرون والله. صار لك تقريبا سنتين وشوية. زين رمضان وين كان؟ احنا يمكم تلعب له هنا بعد. مو تعرف كل من ببلده يعني. هذا من بلدنا بس تعرف اللي يعني الوطن. صحيح. إي صحيح. رمضان كريم. اوكي عليك اشكرك على علينا وعليكم اشمعين اشكرك. اهلا وسهلا. وانت بخير حبيبي. رمضان كريم. علينا وعليكم. منين حضرتك؟ من دبس، قضاء دبس. يعني جاي زياره لآلتون كوبري؟ اي جاي كاف لآلتون كوبري زياره، وهم جاي اخذ حليب مع الاطفال. اي اتسوق من دبس. جاي تتسوق من آلتون كوبري. زين شلون هالاجواء برمضان بالدبس هنا بآلتون كوبري؟ والله زين الاجواء الحمد لله، واجواء حلوه ورمضان كريم على الاجمعين ان شاء الله، وماكو وضع مستقر والحمد لله. الامن والامان شلون؟ الحمد لله الامن زين، مناطقنا هنا الحمد لله الوضع مستقر وامن. زين الاسعار شلون؟ الاسعار والله مو سوى حسب يعني، انا قصدي الاسعار صعدت يعني، عاده لما يجي شهر الكريم شويه الاسعار تصعد، هالسنه الناس اي واحد اساله يقول اسعار مختلفه هوايه. لا اسعار طبيعيه مختلفه هوايه، نفس قبل رمضان واجى رمضان الحمد لله نفس الشيء، اسعار واحد. شكرا جزيلا، رمضان كريم حبيبي. علينا وعليكم اجمعين. عيني اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. رمضان كريم اجمعين. كل عام وانت بألف خير. بخير اجمعين ان شاء الله. شلون اجواء رمضانيه هنا بآلتون كوبري؟ الحمد لله نعمه خير من الله. انت من آلتون كوبري؟ لا انا نازح من ملا عبد الله. من ملا عبد الله تابع الكركوك. اي كركوك يعني نزوح داخلي ناحيه الملتقى. اي جايجي ذيك المناطق. اي تابع كنا ناحيه جايجي بعدين صارت الملتقى. هسه جيت هنا بآلتون كوبري؟ هسه ساكن هنا وموظف الحمد لله داوم كهرباء دبس. اي زين اجواء رمضانيه شلون بآلتون كوبري؟ الحمد لله نعمه خير من الله. الامن الامان الحمد لله خير كله من الله. الاسعار شلون اختلفت؟ لا يعني شويه شيء قليل مو ذاك العالي. نعم الحمد لله ما شاء الله الجو هم بعد زين. مو رحمه الحمد لله. ولو وراء العاشر من رمضان شويه صارت حاره يعني. وش يعني بس اللي يطلع خارج مثل الشمس ما شاء الله شويه عطش. نعم. ما عطش. نعم الجو نعم. ايش جاي تشتري منه؟ والله شربت قلاصات هاي للفطور يعني. اي للفطور والله. شكرا جزيلا. ممنون حياتكم اجمعين. الله يسلمكم. بارك الله بكم. يا مرحبا. كل عام وانت بخير. وانت بخير. بناتك دني؟ بناتي صايمات؟ صايمات الحمد لله. يعني قبل الفطور جايبهن تتسوق لهن يعني؟ اي ان شاء الله. يعني تكافئهن قبل الفطور. فطور. ولهن اجرا على الله ما شاء الله. نعم ان شاء الله. يعني عادة شلون الأجواء تكون برمضان؟ والله زين الحمد لله، خاصة رمضان الحمد لله أجواء كل زين وجو بارد، مو مثل أيام السنوات يعني. نعم الحمد لله هذا من فضل الله. شو اسمها هاي الحلوة؟ سارة. سارة وهذه؟ أبرار. هاي أبرار. هي عندها صايمات. يصلي تقبل الله. شكرا جزيلا. كل عام وأنت بألف خير. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان علينا وعليكم ان شاء الله. وانت بخير. شلونك؟ الحمد لله بخير. من آلتون كوبري؟ لا والله انا من الموصل. من الموصل نازح يعني؟ نعم. الف هلا فيك. مو نازح انت ضيف علينا. الله يعزك. الله يسلمك. شلون اجواء رمضانيه هنا بآلتون كوبري؟ والله هي الحمد لله كلها زينه. الامن والامان كله متوفر ان شاء الله. الاسعار شلونها؟ الاسعار زينه والله ماشي. زين عاده تجي تتسوق منها؟ اي نعم من المحل هذا. الوضع شلون هنا بآلتون كوبري يعني؟ والله منطقه صغيره وطيبه واهلها شلونهم؟ ناسها طيبين.
واشتاقيت للموصل اكيد انت. اي اكيد ان شاء الله صارت قريبه يعني. ان شاء الله قريبه ان شاء الله صارت قسمة باذن الله ان شاء الله. جاي تسوق للفطور مو؟ اي والله اكيد. شكرا جزيلا حبيبي. اهلا وسهلا. كل عام وانت بخير. شكرا. اهلا وسهلا بك. اهلا مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يسلمك. كل عام وانت بخير. وعليكم الله يسلمك. عرفتك من اوتن كوبري؟ بلي نعم. هذا المحل اليه؟ بلي نعم هذا. زين شلون الاجواء هنا باوتن كوبري؟ والله امان واستقرار وهاي الحمد لله عايشين. هنا اماننا موجود والجو ما شاء الله الحمد لله. كهرباءكم شلون؟ جيد الامور ذني كلها زينه. زين اوتن كوبري تقريبا بيه اكثر من 4000 5000 نازح، يعني اثروا على السوق وش تغير بالولايه مثلا؟ طبعا على هالسوق هذا هو الضعيف بس والرواتب القليله بس طبعا ياثرون. يعني حسنوا من وضع السوق مو؟ طبعا اثروا عليه لان هم بالايجارات وبالشراء والبيع وهيك قضايا طبعا يعني هم اكو حركه يعني؟ طبعا لو مو هم يعني شوي هم يقل الحركه. صحيح. ثم هم موجودين ربع كربع جوي فوقان يعني ضعف. صحيح. بلي. شكرا جزيلا. الله يسلمك. رمضان كريم وكل عام وعليكم. الله يخليك وردك حبيبي. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وانت بخير. رمضان كريم. وعليك علينا ان شاء الله الجمعه ان شاء الله. من اوتن كوبري؟ اي من اوتن كوبري يعني بنت الاحفر بس. بنت الاحفر وساكن هنا بعد؟ ساكن هنا. اي يلا. تشتغل بهذا المحل؟ اي ويا وسطى يشار. ويا وسطى يشار. يعني رغم انك نازح بس لقيت شغل وتشتغل هنا؟ لقيت شغل على مود اهلي واهوالي امشيه ان شاء الله. زين الوضع شلون؟ اهل اوتن كوبري شلون كانوا ويا النازحين؟ زين زين ويانا زين كلش زين الله يوفقهم ان شاء الله اجمعين ان شاء الله زين ويانا حي زين كلش زين. الاجواء الوضع الامني شلون هنا؟ زين زين الحمد لله زين الشغل زين ان شاء الله الحمد لله امشي شغلنا ان شاء الله. عليكم السلام. رمضان كريم. الله اكرم يا كل عام وانت بخير. وانتم بخير يا هلا ومرحبا بكم يا عيون عاد. نعم ان شاء الله. شلون الاوضاع الاجواء الرمضانيه هنا؟ والله الاجواء الرمضانيه كلش حلوه ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تنعاد علينا كل سنه فرح وبيسر وتسهيل من رب العالمين علينا وعلى أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. زين رمضان سابق كان أحلى يعني أهلك هالشكل شلون يحكوا لك؟ والله هو طبعا العام كان أحلى وأول العام كان أحسن وقبله وهذا نسمعه من كل العالم يعني ونعرفه إن شاء الله ينعاد علينا بال. الوضع الأمني هنا بالناحية شلون؟ والله الوضع الأمني الحمد لله والشكر كل زين ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن العراق كله يصير زين. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. يا كل عام وأنت بخير ورمضان كريم. مرحبا علينا وعليكم ينعاد إن شاء الله بالفرح يا أهل. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى جميع أمة الإسلام في جميع بلدان العالم. شلون السوق هنا؟ والله زين الحمد لله. لا بس حلويات شغلكم حلويات ومرطبات نعم الشغل الحمد لله يعني لا بس يعني زينة يعني حركة زينة زينة الحمد لله. الوضع الأمني الكهرباء شلونه؟ والله كهرباء لا بس يعني كهرباء زينة هنا بوضع الأمني هم بالكوبري كل مقارنة بمناطق أخرى في العراق وهمنا الوحيد إن شاء الله تحرر الفلوجة وإن شاء الله يتحرر الموصل وجميع بلدان العراق إن شاء الله نعيش بالأمان والسلام. مشاهدي الشرقية نيوز مدينة اوتن كوبري مشهورة بأراضيها الزراعية أكثر المزروعات أو الفواكه هنا هي من 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 هذه الأرض من منطقة اوتن كوبري فراح نلتقي ويا أصحاب المحلات اللي يبيعون المخضر والفواكه ابقوا معنا. السلام عليكم. على وات الله فضل. كل عام وأنت بخير. هلا هلا بخير أهلا كريم. كريم شلونك؟ الحمد لله متى شوكم؟ اي نعم من اوتن كوبري. عادة تتسوق منا؟ اي نعم. يعني مدينة اوتن كوبري مشهورة بمخضرها و اي نعم مشهورة فواكهها اغلب المخضر هنا هو من اوتن كوبري مو؟ اي نعم من اوتن كوبري طماطم والخيار والباذنجان والشجر كله من اوتن كوبري مشهورة. رقي مشهورة من اوتن كوبري. عادة تتسوق منا؟ اي نعم. يعني شغلات تكون تازة أكثر؟ اي نعم طبعا. زين شلون الأجواء الرمضانية هنا؟ والله زين الحمد لله. كل زين. السلام عليكم. وعليكم رمضان كريم. كل عام وانت بخير. يا اهلا اهلا وسهلا. شلون الاجواء الرمضانيه هنا بناحيه اوتن كوبري؟ والله الحمد لله زين. صاحب محل الاسعار تغيرت ولا؟ والله الاسعار شويه نازله زينه يعني. زينه جزيلا. يا مرحبا كل عام وانت يا هلا مرحبا يا هلا اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام وانت بخير. من حضرتك؟ من الموصل. من الموصل وساكن هنا؟ اي نعم. صار لك ايش قد ساكن هنا؟ والله تقريبا صار 4 سنوات.
أربع سنوات ساكن بعالتون كوبري. أصلاً من يا منطقة هناك بالموصل؟ والله من بعاج. من بعاج. نعم. من بعاج بعالتون كوبري ضيف على الناحية. نعم نعم نعم. الأجواء شلون هنا؟ والله الحمد لله كلش زين. الوضع الأمني؟ والله الحمد لله زين حيل زين. كل أهل الولاية شلون هم وياكم؟ والله حيل زين معاملتهم زينة ويانا ويعني حيل زينين كلش زينين. زين أنت شو شغل؟ والله فلاح. يعني فلاح تقدر تقول فلاح يعني. إذا عندك معاناة يعني من خلال القناة الشرقية نيوز تريد تحكيها؟ والله سلامتك كل شيء ما أقول كل عام أنت بخير إن شاء الله والعراقيين وترجع لمدينتك إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. كريم. وكل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير والأمة الإسلامية بألف خير. شلون الأجواء هنا؟ والله هي أجواء مريحة ومرتاحين بهالرمضان ورمضان يعني مثل ما يقولون رزقه وياه. اي يعني خير وبركة. خير وبركة إن شاء الله. من ناحية الكهرباء شلونها؟ زين. زين. زين زين. والوضع الأمني؟ الوضع الأمني ممتاز. زين الأجواء الرمضانية شلون كانت سابقا وهسه شلون هنا والله بالتون كوبري أجواء رمضانية مثل ما تقول مثل قبل يعني شباب يطلعون بالليل يلعبون صينية ويلعبون محيبس ودكاكين مفتحات للسحور يعني نقول عادات وتقاليد ما متغيرة هواي هنا الأبد ما يتغير بالتون كوبري ما يتغير شكرا جزيلا يا هلا بك رمضان كريم وكل كريم عام علينا وعليكم ان شاء الله عليكم, عليكم السلام ورحمه الله رمضان كريم علينا عليكم من الناحيه من بالتون كوبري نعم من بالتون كوبري طلعت السوار نعم السوار شلون الاجواء الرمضانيه هنا بالناحيه خير بركة الحمد لله والشكر الأسعار مختلفة؟ لا أسعار زينة يعني الحمد لله ما متغير يعني شيء قليل رمضانية حلوة هنا بقى. حلوة ما شاء الله حلوة يعني أجواء زين أستاذ الكريم أنتم رغم أنه مدينة صغيرة بس عندكم أكثر من 4000 5000 نازح شلون تعاملكم وياهم؟ نعم موجودة نازحين والله نتعامل وياهم يعني كلنا كل الألتون كوبري يتعاونون وياهم و يعني تساعدونكم نساعدهم بكل الأحوال يعني بكل ايش اسمه زياد يعني ماديا والمعنويا مثل الافطار مثلا تدزولهم من اكلكم نعم نعم دزول زيران زوارينا كل يعني نازحين يعني اكثرهم نازحين يعني موجوده قاعدين موجوده اي الحمد لله ونتعاون وياهم يعني شكرا جزيلا يا اهلا وسهلا وكل عام عليكم اهلا وسهلا اهلا بكم سلام رمضان كريم خوش جالس باش مزوز مزارنا يوز مزارنا برا ساعتين كبر ساعتين شوف بليخ نزعت وزع برا ساعتين كبر والله برا تخيل الحمد لله ولكن أنا يدي سبرس أمنية وزعنا تخيل الحمد لله يعني برا أنا أمنية يجد يوز تخيل وش شيء وقت الحمد لله رمضان يسدى رمضان ده خوش جتري أشتى برا بازار ده سوخته الحمد لله يعني ولكن أنا يدي يو برا وزوخته أنا شاشة جت سوخته الحمد لله خوش جدي الأخي يقول إن الأجواء برمضان هنا جميلة جدا والوضع الأمني 100% بس أكو ركود بالسوق والأسعار مختلفة مدينة شرقية نيوز مدينة تالتون كوبري بها عدد كبير من النازحين نلتقي بنازحة وضيفة السلام عليكم عليكم السلام رمضان كريم علينا وعليكم أجمعين كل عام وانت بألف خير وانت بألف خير إن شاء الله شلون الأجواء الرمضانية الحمد لله والله أجواء كلش طيبة الحمد لله جماعة كوبري ما يقصرون ويا النازحين رحم الله والديهم الله من أصلا أنا من تل أحفر من محافظة نينوى قضاء تل أحفر يعني جيت استقريت هنا الحمد لله صارنا سنتين وقصور الحمد لله الحمد لله نشتغل سكننا هنا وجماعة كوبري يعني ما تحسون اكو فرق بيناتكم وبين أبد ان شاء الله ما اكو اي فرق ان شاء الله الله يحفظكم والله يعطيك الصحه والعافيه شكرا جزيلا بارك الله بك علينا وعليكم يا اهلا وسهلا يا اهلا بك مشاهدينا مستمرين بتغطيتنا في ناحيه التون كوبري هذا سوق التون كوبري هذا الشارع الرئيسي نحاول نلتقي باكثر باكبر عدد من اهالي التون كوبري سواء كان تركماني او كردي او عربي او نازح من الانبار او صلاح الدين او من اي مكان اخر ابقوا معنا السلام عليكم سلام بخير بك رمضان كريم بخير بس سلام رمضان يوش. خلق مشاري ونيا بابي بخير أمنا أسأي شام شاري تشوني لخواب أزار بزور باشا الحمد لله باشا زور باشا لخواب أزار باشا آتون كوبري وزي أمني تشوني زور باشا لخواب أزار بازار تانقراني بازار من
باشا الاخوه بزاد ترى دي باشا اخوي قرانا وانا ابو لا انا قرانا ابو الاخوه بزاد باشا باشا هي اشتياقني بلي بابوني رمضان وا بيروز باي لا مو مسلمان انا زيانه كم خاصة خاشي فردي بخير بس زور ممنون سرتا بخير بخير بس سرتا ممنون تو مو بخير باشا السلام عليكم رمضان كريم سلام انت بخير شلونكم الحمد لله شلون الاجواء الرمضانيه هنا بعدون كوبري كوبري حياه رمضان الى طعم خاص آلتون كوبري انت من آلتون كوبري حضرتك كوبري انا عبد الرحمن اي وتجي دائما تزور هاي المدينه كل رمضان كل يوم اني جاي عندك اي والوضع الامني هنا شلون الحمد لله كل شيء يعني الكل يقولون انه العادات والتقاليد هنا ما تغيرت بهاي الناحيه نفسها باقي ماكو نفسها أبد. شكرا جزيلا وكل عام وانت بخير ونلتقي السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حضرتك من آلتون كوبري لا نازحين تل احبار الف هلا بك انت مو نازح انت ضيف على يا هلا وسهلا يا هلا مرحبا شلون الاجواء الرمضانيه والله اجواء رمضان الحمد لله الدنيا بخير بركه زينه ان شاء الله كل شهر رمضان شهر خير شهر بركه واله رحمه واخره مغفره واوسطه اتقى من النار شهر الرحمن شهر رمضان انزل فيه القران الكريم وفي هذا الشهر في يوم اخر من الف شهرين زين استاذي هنا يعني ما تحس انه انت غريب يعني لا والله هنا اهل الكوب كم ناس جيدين طيبين يبدون يد المساعده يعاوننا كل شيء امه يعني زينين زين الحمد لله زين خوش ناس طيبين الوضع الامني هنا شلون والله امني والله جيد جدا هنا والله امني شكرا جزيلا يا مرحبا يا ممنون شكرا جزيلا التغطية مستمرة في آلتون كوبري ونلتقي السلام عليكم سلام سهلاً مرحبا بكم في آلتون كوبري وكل عام وانت بخير علينا وعليكم على جميع مشان نعم أشرف سعدون طه باحث بالأدب والتراث الشعبي التركماني يا هلا يا مرحبا إن شاء الله سبيكم سعد العزيز احكينا على أجواء رمضان هنا في آلتون كوبري آلتون كوبري أجواء رمضان فيها طيبة وجميلة وصلة الرحم تكون أقوى من المدن الكبيرة والناس محافظة على عادات التقاليدها القديمة بما فيها الأكلات الشعبية وما فيها الحفاظ على المراسيم الرسمية من القيام للسحور ومن احترام رمضان في النهار يعني تكاد ما تشوف بالمدينة مفطرين وحتى المفطرين يستحون منه يعني العادات القديمة ما متغيرة هنا. لا ما متغيرة على الرغم من التغييرات اللي حصلت وهي أيضا هم عندنا كما تعرف نازحين يعني ونختلف عدد النازحين هنا يعني عدد كبير رغم أنه المدينة مو كبيرة كل الشوارع والله أستاذ العزيز بالنسبة لعدد النازحين حاليا ممكن نقول 400 عائلة يعني تعمل 4000 5000 طبعا اي اكثرتهم من تلعفر والعيضي وعندنا ايضا من مناطق تكريت يعني محافظه صلاح الدين ومن الفلوجه حتى انا افتقد الناس موجودين من الفلوجه هنا موجودين نعم من الفلوجه موجودين من تكريت من سامره انتوا الناحيه يعني ما قصرتوا ساعات انا سمعت اكو ناس من طين بيوت يعني من طين بيوت من طين محلات يعني من هلا 400 عائله ممكن اذا ما ابالغ اقول لك 200 واحد منهم قاعدين ببلاش نعم. ما ياخذ منهم ايجار ما قد ما اكون ابالغ يعني بصراحة. ويعني اذا يشتغلون فرص عمل هم لقوا هنا بدايه ما كانت اكو بس هسه يواش بدات فرص العمل بس مو ذيك الفرص العمل تدري ناحيه صغيره يعني مو مدينه كبيره تقدر تأهلهم يعني توفر لهم كل الامكانيات وشون بدك تتمتعون بوضع الامني شلون هنا؟ وضع الامني جيد الحمد لله يعني الجهات الامنيه والسلطات الامنيه الناحيه يعني ونحن الناس هنا واحد يعرف الثاني فمحافظين على مدينه بعيوننا يعني الحمد لله شكرا جزيلا يا اهلا وسهلا كريم عليكم بألف خير شرفتونا ونورتونا يا اهلا وسهلا بكم السلام عليكم سلام رمضان كريم الحمد لله رمضان تخاتم الوقت والله ابيض وبابايا حج رمضان نزاد ويل والله ايد الحمد لله صداقت نزاد وزاد والله ايد ايد تشوف صداقت وجهي سان اسلام سان بارالار معين يو ما خسته يا ميلد خسته سان اوتردي اه با اورسو رمضان اوردن تتسان الله يجزي ياسين çok sağ ol حج ممنون والله اهلا وسهلا السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كريم كريم عليكم من بخير اشكرك الله يخليك مبروك عليكم امنا على امه محمد على جميع المسلمين ان شاء الله استاذ الاجواء الرمضانيه هنا شلون والله زين انت حضرتك من آلتون نعم كل زين يعني اللي يقولون العادات والتقاليد هنا ما متغيره يعني كل لا والله مثل قبل قديم شلون كان هسه نفس الشيء مدينه صغيره صغيره حلوه يعني متحابة رغم صغرها يعني انتم عندكم اكثر من 4000 5000 نازح يعني عدد كلش كبير كلش هواي عندنا نازح واهل الكوب الالتن كوب كلهم يساعدون على نازحين
كلهم يعني حيل يساعدون مساعدة جيدة. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. كل عام وانت بخير. أشكرك الله يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام. جوز مزارنا حياة. كل عام وانت بخير. أنت جوز مزارنا حياة. من أوتون كوبري. نعم من أوتون كوبري. يا سلام. فنان حضرتك. فنان نعم إن شاء الله. اسمك؟ عبدين شوبرلي. عبدين شوبرلي. أستاذي العزيز. شلون هالاجواء الرمضانيه ما دام حضرتك فنان يعني اكيد مشارك بهاي الالعاب الشعبيه الاعياد الصينيه الالعاب الاخرى. نعم والله هسه كلش زين كلش زين يعني القهاوي كلها متروس صينيه والعاب وبقلاوات ومن هذول السوالف كل شيء كلش زين يعني الاجواء حلوه تقول كلش زين الحمد لله ان شاء الله زين. ما تسمعنا شيء من صوتك الحلو هذا ما فيها مجال ما فيها مجال اقول لك ممنون والله اشكرك عيني ممنون يصير شكرا جزيلا اشكرك عيني. رمضان كريم وكل عام وانت بألف خير. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم وكل عام وانت بألف خير ان شاء الله يمر عليك السنه حضرتك من ناحيه هنا ساعه نعم. شلون الاجواء الرمضانيه هنا؟ الحمد لله شو كل شيء جميله جدا. وضعكم الامني شلون؟ كلش زين كلش زين كلش كلش زين كلش زين الحمد لله الحمد لله شكرا يديم هاي نعمه عليكم الحمد لله شكرا الحمد لله شكرا ما شاء الله تعاونكم الكل دا يقول انه تعاونكم جيد جدا مع النازحين. الحمد لله الحمد لله والله كلش زين والنازحين هم متعاونين ويا اهالي الكوبري والكوبري هم طبعا هذا موقف جميل من اهالي الناحيه وهذا الموقف راح يسجل لكم ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا ورمضان كريم وكل عام وانت بألف خير. رمضان كريم عليك وسلم يا امير. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. كريم عليكم ان شاء الله. كل عام وانت بألف خير. انت بخير اشكرك. حضرتك من ناحيه من نعم من أوتون كوبري. يعني احكي لنا على الاجواء الرمضانيه هنا بالناحيه. والله الحمد لله أوتون كوبري كلش حلوه برمضان وخاصه بعد الافطار. العاب شعبيه بالمقاهي بزياره الاقارب يعني الحمد لله. يعني العادات والتقاليد هنا ما متغيره. لا ما متغيره يعني السنين نفسها مثل احسن من المدن الكبيره احنا. زين يعني ايش تحكون ماذا مثلا ابانا يعني امهاتنا ماذا يقولون سابقا رمضان شلون كان هسه شلون؟ كل سنه مثلا يقول السنه اللي فاتت كانت احلى يعني كانت احلى اي يعني هذا عادي بس هالسنه يعني احلى هسه انا يقولون الاسعار ما متغيره الاجواء احلى لا لا الحمد لله هسه وضعكم الامني ما شاء الله جيرات ماكو الحمد لله عالم تروح اربيل كركوك يعني ما شاء الله عندكم نازحين هوايه شلون تعاملكم وياهم؟ والله الحمد لله يمكن اكثر منطقه النازحين مرتاحين بها بالتون كوبري يعني تقدرون تسالونهم اكثر من 300 عائله موجوده هنا والحمد لله كل موضوعهم زينه ومرتاحين هنا يعني. شكرا جزيلا. يا اهلا وسهلا. رمضان كريم وكل عام وانت بألف خير. انت بخير يا اهلا وسهلا. مشاهدينا مستمرين بتغطيتنا من ناحيه أوتون كوبري التابعه لمحافظه كركوك، راح نروح للصوب الثاني، اكو شباب يسبحون عاده رمضانيه دائما بهذا الموسم يسبحون بنهر الزاب الاسفل اللي يمر من هذه الناحيه وينطيها جماليه حلوه كثير. مشاهدينا مستمرين بتغطيتنا من ناحيه أوتون كوبري. هذه المنطقة هاي الناحية تابعة لكركوك تقع على نهر الزاب الأسفل، طبعا منظر جدا جميل، الشباب هنا عادة رمضانية دائما يسبحون بهذا الموسم بهذه الساعات بالذات الصائم يكون محتاج إلى البرودة والجو اللي يكون بارد أكثر فدائما يجون لهذه المناطق اللي صايرة يم الزاب ورياضة السباحة. طبعا أحب أذكر أنه أي شاب في ناحية أوتون كوبري إذا ما يعرف السباحة فيعني هذا شيء غلط، يعني كل الشباب هنا يعرفون أو يمارسون رياضة السباحة ويعتبرون من أفضل السباحين. ابقوا معنا راح نروح لذيك المنطقة. بلا بلا عكس يو خالصه بس ولا ثم هذا خلاص تو بس تو زي في يلا يلا صار هون ترجع يلا صدى يلا بس بلا عكس من ها يلا شوف يلا تعال في حدا تبي تقول يلا بلا يلا 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 جو 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 ج
السلام عليكم. عليكم السلام جوزان خوش هادي. شوف خاصان؟ شوف راخيا. جنداخ شامبر تسمعسن؟ جنداخ شامبر دايا. رمضان دو خوشته وقت مز بردان جدا. بردان. آه. يعني حميد شوف حبسي مغلق. حبسي بيلا حبسه. غريب قبل تماس آه والله حبس مزبر ده تسمارك جندار أخشى معرم يقول يعني خاصة بهاي الساعات اللي قريبة على الإفطار كل شباب ألتون كوبري يسبحون وكل شباب ألتون كوبري يجيدون السباحة هنا يقضون أوقات فراغهم يعني باقي شوية أو حسب نص ساعة ربع ساعة للإفطار فالشباب يجون هنا كلهم يسبحون يعني رياضة جميلة جدا هنا خاصة بهذا يعني الحر حر رمضان نلتقي بعد ويا الأخ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. والله من خير الناس. ها؟ من عربي الناس. بيك كل خيرنا. كا زور زور سباست أنا كين دس خوش تاني كين. إما ما هم روش يعني كذا كان ديت يرا ديرا مرة أنا كان روش خوش بين السر ورمضان و. فينك أخوان فينك. كم أنا فينك كين هو. تير كذا كان زويد ين بمنا مرة أنا كان. يعني السباحة رياضة المدينة الأخ أيضا يجي كل يوم العصر يسبح هنا على نهر الزاب الأسفل طبعا هذا النهر ينبع من يجي من مرورا بمحافظة السليمانية وسده كان أيضا صاير على نهر الزاب مكان جميل جدا يعني عادة بموسم الربيع هذا المكان كله خاصة أيام الجمعة أيضا السفرات والعوائل كلها تجي من كركوك وأربيل لأن مكان جميل لكن ينقص الخدمات خدمات البلدية قليلة جدا اللي تخص نهر الزاب يعني أهالي ألتون كوبري يتمنون أنه هذا المكان يتحول إلى مكان سياحي لأن موجودة غابة وموجود نهر وموجود ضفاف وقريب عن ناحية الوضع الأمني أيضا جيد جدا هنا فقط محتاجين أن يحولون هذا المكان إلى مكان سياحي احنا راح نستمر بتغطيتنا مشاهدينا ابقوا معنا مدينة مدينة ألتون كوبري مشهورة بمنتوجات الألبان لبن الغنم ومثل يعني مشتقات الألبان نلتقي السلام عليكم عليكم السلام رمضان كريم كل عام وانت بألف خير وانت بألف خير أنا سلام يعني اشرح لنا انتو شو تبيعون بالضبط يعني الكل تجي تشتري من عندكم جبن وهالشغلات يعني منين تجي منو دي يسويها والله اللي يسوي غير غنامة وعندنا غنم الحمد لله كثير بمنطقتنا ومنطقة دبس وباي حسن ودركة عندهم جماس وعندهم غنم ومنطقة قرشم هم عندهم جاموس يعني عندهم ليش الإقبال يكون على محلكم ما دون المحلات الأخرى يعني والله لأن لا إحنا هم يعني صنفنا يعني قديم من أيام جدي وأبوي نبيع هاي شغلات غنم وجبن وقيمر لبن وجبن وقيمر ولور وقشوة وقبل كنا نبيع دهن حر هسه ماكو جوز قبل كنا نبيع وكنا نبيع عسل هسه شغلات ماكو بس عندنا هسه شو اسمه قيمر وجبن ولور ولبن وقشوة لبن غنم يعني هذا لبن غنم ولبن بقر وبالشتاء نبيع لبن جاموس شكرا جزيلا أهلا وسهلا بكم كريم وكل عام وأنت بألف خير أنتم أهلا وسهلا أهلا بكم أهلا وسهلا مشاهدي الشرقية نيوز أذن المغرب في ناحية ألتون كوبري عائلة من الفلوجة راح نزورها وراح يكون فطورنا عليهم يوم احنا ضيوفك السلام عليكم. السلام يا عين. شلونك؟ الله يسلمك يا عين الله يحفظك يا عين. نجي نفطر يمك. مو هلا بيكم يا عين يصير لكم فطور. هلا بيكم يا عين محفوظين بالله ومحمد. انتوا أمة يعني محمد. أول ما يأذن نجي نفطر يمك. والله هلا بيكم. لا والله الخير كثير من فضل الله وفضل محمد رسول الله من فضلكم يا عيني. يحفظكم الله ومحمد رسول الله ما يعود غير بسنة هاليوم هذا. يوم سوينا درب حتى نجي نقعد ياكم أنا يا عيني بسم الله توكلي على الله محمد رسول الله تعالي يوم تلعوا فيهم بس عينتي يلا
مشاهدينا هاي العائله من الفلوجه يعني زرناهم سابقا وحبينا اليوم هم نزورهم ونكون يمهم ونشوف وضعهم افطارهم عادات تقاليد هاي المنطقه شلونها وياهم الجوارين. الحجيه دائما تدعي لنا وتدعي القناه الشرقيه وشرقيه نيوز. حجيه بس تدعي الشهداء الشرقيه احنا شهداء العراق شهداء الشرقيه. والله يا وليدي محفوظين بالله ومحمد وللشهداء الشرقيه وامه محمد اجمعين ويحفظكم جاه الحبيب محمد بجاه القران اللي أبوك وقتها الفجرية وادعي لكم. شوف احنا ما سوينا زحمة لا والله على راسي وعيني ماكو زحمة انا اللي يقول ادعي لكم عند الله اتمنى تجون علينا يا عيني اتمنى وعلى راسي والله احنا يعني اختارينا من كل بيوت انه نجي اي والله هلا بيكم والله هلا بيكم يلا يا نبي ما شاء الله يا ما شاء الله من الله والنبي والله هاي من العالم الزلمة يا خطا يمين والله جابوا لي والله يا هذول جواريكم حجية؟ اي والله السلام عليكم هلا مرحبا اخويا اي والله جيرانهم ذن اي والله نجيب من داريهم الله يسلمك نازحين ذني اي والله نحبها الله يسلمك السلام عليكم جيرانهم؟ جوارينهم احنا بصفهم ان شاء الله اي احنا هل ان شاء الله اي ان شاء الله دائما دائما هو بيناتنا جوارنا ان شاء الله كنا هيجي ماكو فرق احنا كنا بيت واحد هاي العائله خاصه تني لان من مثل الجزائر تدللون عيوني لا يدللون عيوني يعني عادة جميلة جدا من عادات وتقاليد ناحية هالتون كوبري انه جوارين واحد يهدي الاخ وقت الفطور وبالذات هذا البيت من الفلوجة او اي بيت نازح اخر يعني تلقى جوارينهم سواء كان من هالتون كوبري ويمكن يكون جيرانه نازح ايضا بس دائما يجيب له من الفطور اللي مسويه لعائلته. هلا فيهم السلام عليكم. والله عليكم السلام. جيران اي والله انا جيران والله زين الحمد لله. يعني دائما تجون تزورون اي والله. كلش جميل. اي والله. واحد يجيب مو معقول يجيب صينيه كامله. اي والله والله يستاهلون والله كلش خوت جوارين الله يخليهم ان شاء الله الله يطول عمرهم. تحافظون عليه. اي والله ان شاء الله دائما احنا اهل المنطقه كلهم والله الله يخليهم. اهلا وسهلا هلا بكم هلا بكم ان شاء الله. يشهد الله والنبي وهذا قران وهاي ترى من بيت الله اي هاي. هي هاي القطعة من بيت الله نزورها والله يا وليدي شو اسمه خلي الجهال يبلشون ياكلون يلا لا انت وياهم يا حجي ما شاء الله جوارين كلهم يحبونك اي والله تحبكم العافية والله انتم على راسي وتحبكم الله ومحمد رسول الله يحفظكم اجمعين يا عيني يعني. لا والله على راسي وعيوني اي والله يا وليدي نقول لك احنا راح نجي بس احنا حبينا لا والله شوية. يشهد الله يشهد الله علي من تطلع بالتلفزيون احب براسك يشهد الله حب راسك والديك يا عيني اقول وادعي لك انت وكل من تحبه ومريتك ورحم الله على والدك واخوتك وخياتك اي والله والديكم. مشاهدي الشرقيه نيوز تغطيتنا مستمره ضمن برنامج عين على رمضان لعبه الصينيه لعبه شعبيه مشهوره في هذه المناطق. احنا حاليا في احد الكازينوهات كازينو علي كثير من اهالي التون كوبري متجمعين هنا ويلعبون هذه اللعبه الشعبيه هنا ايضا راح نشوف شلون يلعبوها. هي نفس اللعبه اللي تنلعب بكركوكو اربيل ونفس الطريقه لكن هنا النكهه تختلف قليلا. تابعونا وابقوا معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. خوش جالبسس وانت بخير ان شاء الله. زميع احمد محمد شو بخاصه؟ بلى يا عم بو دوام نبوين ويناسب بلى بزمر حبيله ونارخ ان شاء الله يا عم بابا رمضان قلب خذ رمضان قلب ان شاء الله. لعبه قديمه هذا يقول يلعبوها سابقا ابائنا اجدادنا. بلى يعني تلعبوها على شكل فرق بس انت سايق بلا ما نسم بلا جالب وياخذهم بس بردهم بياخذهم اي شكل مباراه جماعه جايه من ذاك الصوب اخ محمد هو الاسطره وين شطارتك محمد ايش راح تسوي؟ والله شلاد وزارخ بله شلاد وزارخ ناقصنا شخته جول ورسلار وزدان يعني تسخ مثلا بزم سايز يعني سايبر لر يعني هسه محمد هو الفائز وهذا الفريق راح يلعب وياه هنا سخسا يعني تقول وزدان بر الله يرحمه بدو تشي سخسا دور يا ان بزوتو الفائز شكرا جزيلا بخرج على الجوز مزالنا
يا اهلا وسهلا. مشاهدي الشرقية نيوز، أذن المغرب في ناحية ألتون كوبري، عائلة من الفلوجة راح نزورها وراح يكون فطورنا عليهم. يوم احنا ضيوفك ضيوفك. السلام عليكم. السلام يا عيني. يوم شلونك؟ الله يسلمك يا عيني، الله يحفظك يا عيني. نجي نفطر يمك. مو هلا بيكم يا عيني، يصير لكم فطور. هلا بيكم يا عيني، محفوظين بالله ومحمد. انتوا أمة يعني محمد. اول ما ياذن نجي نفطر يمك. والله والله هلا بيكم. لا والله الخير كثير من فضل الله وفضل محمد رسول الله، من فضلكم يا عيني. يحفظكم الله ومحمد رسول الله، ما يعود غير بسنة هاليوم هذا. يوم سوي لنا درب حتى نجي نقعد وياكم. أنا في عيني بسم الله توكلي على الله محمد رسول الله. تعالي يوم تلعبوا فيه بس تعالي انتي. يلا يلا. مشاهدينا هاي العائلة من الفلوجة يعني زرناهم سابقا وحبينا اليوم هم نزورهم ونكون يمهم ونشوف وضعهم افطارهم عادات تقاليد هاي المنطقة شلونها وياهم الجوارين. الحجية دائما تدعي لنا وتدعي القناة الشرقية وشرقية نيوز. حجية بس تدعي الشهداء الشرقية، احنا شهداء العراق شهداء الشرقية. والله يا وليدي محفوظين بالله ومحمد والشهداء الشرقية وأمة محمد أجمعين، ويحفظكم جاه الحبيب محمد بجاه القرآن اللي أفوق وقت هالفجرية وادعي لكم. شوف احنا اخو ما سوينا زحمة. لا والله على راسي وعيني ماكو زحمة. انا اللي يقول ادعي لكم عند الله، اتمنى تجون علينا يا عيني اتمنى وعلى راسي. والله احنا يعني اختارينا من كل البيوت انه نجي. اي والله هلا بكم، والله هلا بكم. يلا يا نبي هلا بكم. ما شاء الله يا ما شاء الله. نيد الله والنبي، والله هاي من العالم الزوني يا خطا يمين والله جابوا لي. اي والله يا مين. هذول جواريكم حجية؟ اي والله. السلام عليكم. هلا مرحبا اخويا. اي والله جيراهم دن. اي والله نجيب من داريهم. الله يسلمك. نازحين دني. اي والله نحبها. الله يسلمك. السلام عليكم. جيرانهم؟ جوارينهم احنا بصفهم ان شاء الله. اي احنا هن ان شاء الله. اي ان شاء الله دائما. دائما يعني دائما هو بيناتنا جوار ان شاء الله كنا هيجي ماكو فرق، احنا كنا بيت واحد. هاي العائلة خاصة تنيد يعني من مثل الجزائر تدللون عيوني. لا يدللون عيوني. يعني عادة جميلة جدا من عادات وتقاليد ناحية ألتون كوبري انه جوارين واحد يهدي الاخ وقت الفطور، وبالذات هذا البيت من الفلوجة او اي بيت نازح اخر يعني تلقى جوارينهم سواء كان من ألتون كوبري ويمكن يكون جيرانه نازح ايضا، بس دائما يجيب له من الفطور اللي مسويه لعائلته. السلام عليكم. والله عليكم السلام. اي والله انا جيران. والله زين الحمد لله. يعني دائما تجون تزورون. اي والله كل شيء. اي والله واحد يجي مو معقول يجيب صينيه كامله. اي والله والله يستاهلون والله كلش خوت جوارين. الله يخليهم ان شاء الله، الله يطول عمرهم. تحافظون عليه. اي والله ان شاء الله دائما احنا اهل المنطقه كلهم والله الله يخليهم. اهلا وسهلا. هلا بكم هلا بكم ان شاء الله. يشهد الله والنبي وهذا قران وهاي ترى من بيت الله. اي هاي هاي القطعه من بيت الله مزوره والله يا وليدي. شو اسمه خلي الجهال يبلشون ياكلون. يلا لا انت وياهم. حجي ما شاء الله جوارين كلهم يحبونك. اي والله تحبكم العافيه. والله انتم على راسي وتحبكم الله ومحمد رسول الله يحفظكم اجمعين يا عيني. لا والله على راسي وعيوني. اي والله يا وليدي. نقول لك احنا راح نجي بس احنا حبينا نسوي شويه. لا والله يشهد الله يشهد الله علي. من تطلع بالتلفزيون احب براسك.
يشهد الله حب راسك والديك يعني اقول وادعي لك انت وكل من تحبه ومريتك ورحم الله على والدك واخوتك وخياتك. اي والله والديكم. مشاهدي شرقيه نيوز، تغطيتنا مستمره ضمن برنامج عين على رمضان. لعبه الصينيه لعبه شعبيه مشهوره في هذه المناطق. احنا حاليا في احد الكازينوهات، كازينو علي. كثير من اهالي التون كوبري متجمعين هنا ويلعبون هذه اللعبه الشعبيه هنا ايضا. راح نشوف شلون دا يلعبوها. هي نفس اللعبه اللي دا تلعب بكركوك واربيل ونفس الطريقه، لكن هنا النكهه تختلف قليلا. تابعونا وابقوا معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. خوش جالبسس. وانت بخير ان شاء الله. جميع احمد محمد. شوف حسن صح؟ بلى. يعني بو دوام نبوين ويناسب. بلى بزمر حبيله ونارخ ان شاء الله. يعني بو بابا مزان قلب خوز مزان قلب ان شاء الله. لعبه قديمه هذا يقول يلعبوها سابقا ابائنا اجدادنا. بلى. يعني تلعبوها على شكل فرق وتشوف. بز سايق بلا ما نستن بلا رجع لبوي خدام بز بز بردم بياخذ. يعني هاي شكل المباراه جماعه جاي من ذاك الصوب. اخ محمد هو الاسطره. وين شطارتك محمد؟ ايش راح تسوي؟ والله شلاد وزارخ. بالا شلاد وزارخ ناقصنا تشخته جيل ورسالار وزدان. يعني تشخ مثلا بزم ساي يعني سايور لار. يعني هسه محمد هو الفائز وهذا الفريق راح يلعب وياه. نعم هي الشخصه يعني تقرا وزدان بار. الله يرحمه. بدو تشيل. دور يس. يا ان بزوتو. شكرا جزيلا. بخرج على الجزم زلنا. يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. وعليكم ان شاء الله اجمعين اجمعين. رمضان شلون اجواء رمضانيه هنا بالتون كوبري؟ والله ورا الافطار الاجواء تقاليد معتاده كل مثل كل عام. الاصدقاء والاحبه نتجمع بالشايخانات بالكازينوات واكو لعبه مشهوره لعبه سيني زارف. الصينيه. الصينيه يسموها بالعربي. فنتجمع بها وان شاء الله يديم علينا الامن والامان للعراقيين اجمعين جاء هذا شهر رمضان. يعني لعبه الصينيه هي بديله للعبه المحابس. اي محابس مناطق بغداد ما بغداد احنا هنا لعبه الصينيه. لعبه الصينيه تقريبا مناطق كركوك واربيل هاي اللعبه مشهوره بها. الوضع الامني شلون هنا بعد كفر ما دام انتم قاعدين بيجي وضع بيجي جو بيجي ساعه؟ الوضع الامني امان الحمد لله والشكر. كل اشكالات ما عندنا نهائيا. شكرا جزيلا. المنطقه مشهوره. تغطيتنا الخاصه ضمن برنامج عين على رمضان في كركوك انتهى اليوم. التقيكم بتغطيه اخرى وفي مكان اخر. حتى ذلك الحين استودعكم الله.